السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غادي ندير معكم معسلات رمضان بطريقه سهله جدا وتشبع، حتى هو سهل كما كتشوفوا معايا. وبدون حليب، بدون ماكينه، ما نحتاجوا لا ماكينه، ما غاديش نحتاجوا اقتصاديه، مقادير اقتصاديين جدا، ما غاديش نحتاجوا حتى الحليب، ونعجنهم غير بالماء. نتمنى تبعوا معايا الفيديو باش تشوفوا معايا المقادير وطريقه التحضير. نحتاجوا في العجينه الحليب، بقاو معايا باش تشوفوا معايا المقادير. كما كتشوفوا هنايا مقرمشين معسلين. اول مره اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. يلا ندوزوا للمقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير ديال العجين، هنا غادي نحتاج 600 غرام ديال الدقيق، يكون خاص ديال الحلويات. هنا عندي خماره واحده، جوج فانيات من 7 غرام. هنا عندي زبده لذا، استعملوا اي زبده، غتستعملوا 125 غرام. غادي نقسم ديك الزبده، غادي نستعمل نص. عندي اصفار بيضاء، معلقه كبيره ديال الحليب نيدو او الحليب غبره، عندي معلقه ديال الخل، وهنا عندي الماء. ناخذ كاسرونه غادي ندير فيها جوج كيسان ديال العنبه، ما يكونوش عامرين حتى الفوق ديال الماء. غادي نديرهم فوق البوطه يسخنوا حتى يقربوا درجه الغليان، عاد غادي نحيدهم. غادي ندوز نقطع هنايا الزبده، كما كتشوفوا هاد الزبده لذا فيها الغرامات من اللون، كما الا شفتوا غادي تلقاو 20 غرام تكررها 11 مره. غنجي حتى الوسط، غنخلي 5 ديال 20 غرام هنا و5 هنايا، وغادي نقطع من الوسط باش تجيني مقاده. هنا غادي نقطع على جوج، غادي ناخذ النص. الا استعملتوا الزبده العاديه كديروا 125 غرام. غادي نقطع الزبده على جوج، وغادي نحطها حتى هي على جنب حتى يسخن ليا الماء. غادي نجيب القصريه، غادي ندير فيها 600 غرام ديال الدقيق، غادي نضيف عليها جوج فانيات. بالنسبه للتنسيم كيبقى على حسب الذوق، نسمو باش ما بغيتو، نسمو بما زهر اولا قشور ديال الحامض اولا النكهات، على حسب نتوما شنو بغيتو. غادي ندير هنا نص ديال الخماره، ما غاديش نديرها كامله. معلقه ديال الحليب بودره تكون ممسوحه، ما تكونش عامره حتى الفوق كما كتشوفوا معايا. غادي ندير صفر بيضه، وغادي ندير معلقه كبيره ديال الخل، معلقه تكون كبيره. وغادي نخلط هاد العناصر مع بعضهم، غادي ندير قبسه الملح وغنخلط لها العناصر مع بعضهم، وغنحطهم حتى يسخن ليا الماء. هنا كما كتشوفوا ملي سخن الماء غادي ندير فيه الزبده، وغادي نبقى نحركها حتى تذوب. هنايا ما خليش الماء تغلى، غير قرب يغلى حيدته. غادي نحرك فيه ديك الزبده حتى تذوب، وفي نفس الوقت تبرد ليا الماء، ما يبقاش ليا سخون بزاف. هنا ملي دابت ليا الزبده في الماء، كنحرك وكنقص، كنقيس بصبعي حتى نلقى داك الماء دفى، ما يبقاش سخون، حيت الا دفنا الماء وفيه الزبده على الدقيق، الزبده الا كانت سخونه وتلاقات مع الدقيق، الدقيق كيتكور. كنخليوه حتى يدفى، عاد كنعجنو بيه، وفي نفس الوقت ما يحرقناش. صافي، هنايا ملي دفى ليا غادي نبدا نخوي الخليط شويه بشويه، وانا كنخلط بيدي، لان دائما ما كتخويوش الخليط ديريكت، لان الدقيق كيبقى النوعيات، خصوصا هاد النوعيه اللي خديت هاد المره، ما عرفتش كيفاش دايره، ما لقيتش النوعيه اللي كنستعمل، جبت واحده اخرى، يعني ما عرفتش كيفاش دايره، واش تشرب ولا لا. كنزيد شويه بشويه وانا كنعجن، ما كنزيدش كمية كاملة اللي عندي بمرة. هنا كنعجن العجين، كيكون شوية مرخوف لأنه سخون، كنعجنو وكندلك، كيبان لكم كيتلصق في القصرية، ولكن مع الدليك غادي يتجمع. كما كتشوفوا معايا هنا بقى عندي شوية الماء ومعاه الزبدة. غادي ناخد ديك الزبدة اللي الفوق، وغادي نخلي داك شوية الماء اللي بقى عندي في كاسرون، ما غاديش نستعملو، لأن صافي العجينة عندي تجمعات، ما بغيتهاش تكون جارية بزاف. خديت ديك الزبدة اللي الفوق، صافي هنايا غادي نجمع العجينة، وغادي نحاول ندلكها ونجمعها من الاطراف، ونبقى ندلك تتجمع ليا العجين غير كما كتشوفوا معايا، وانا كنجمع فيها وهي كتجمع دغيا كتشرب، لان بان ليا الدقيق انه كيشرب دغيا الدقيق اللي خديت دغيا كيشرب. دابا غادي ندلكها مزيان، نجمع كامل العجينه اللي عندي في القصريه، صافي، وغادي ندلكها واحد 3 دقائق باش تدلك مزيان، صافي، وغادي نجمعها. هنا كما كتشوفوا معايا ملي دلكتها مزيان، العجينه طرخفات وهي باقا سخونه لان عجنها بداك الماء اللي هو دافي، غادي نقطعها كويرات. انا قطعت 5 الكويرات، غادي
نحرب لهم وغادي نديرهم في السولوفان كما تشوفوا معايا، وغادي ندخلهم للثلاجه ونخليهم حتى للصباح. الا ما كانش عندكم الوقت كتدخلوهم للثلاجه في المجمد، كديرهم واحد ساعه كتخدموا بهم ديريكت. هنايا انا خليتهم ليله كامله، من الاحسن من الافضل تخليوهم ليله كامله، ما كانش عندكم كتدخلوهم للمجمد ساعه كامله. هنايا في الصباح ملي صباح الحال خديت كويره من دوك الكويرات اللي عندي، غادي نحاول نحلها. كما كتشوفوا فاش كتبات في الثلاجه كتماسك، ما كتبقاش العجينه مرخوفه كما كانت في الاول. دابا غادي نحلها، كنرش الدقيق ومن بعد كنحلها بالمدلك، وكنتنيها على جوج كما كتشوفوا معايا صافي، وكنسرحها تكون رقيقه. الناس اللي عندهم ماكينه وبغاو يستعملوا الماكينه يستعملوها، انا هنايا ما استعملش الماكينه لان ماشي كلشي كتكون عنده الماكينه. استعملت غير يدي باش نوريهم ان يمكن لكم ديروا اي حاجه في الدار غير بالمدلك، ماشي بالضروره ديك الماكينه. كنتنيو العجينه على جوج، من بعد كنسرحوا وكنبقاو نجبدوا العجينه اللي عندنا، حيت العجينه كتولي طويله كيصعب التعامل معاها الا كانت فوق البوطاجي قصير. هنايا كنجبد عندي العجين، من بعد كنسرح للقدام بطريقه باش كنصيبوا العجين المورق. هنايا صافي انا سرحتها كما كتشوفوا رقيقه، تبنت عندي الزواقه ديال الجليج في العجين. صافي غادي نحيد دوك الاطراف اللي زايدين عندي من الجناب، غادي نحيدهم. كما كتشوفوا العجينه راها رقيقه، ما تخليوش العجين غليظ، حاولوا تسرحوه رقيق. صافي غادي نقادها من الجناب، غنحيد دوك الاطراف، غادي نزولهم وغادي نرجع نجمعهم، غادي نخدمهم مره اخرى ما كنلوحوهمش. صافي وكنقطع العجينه اشرطه طوال، كنجي هنايا للقنت كنحسب دوك السنينات اللي كتخلي لينا الجراره، كنحسب 3/4 كندي فيها الشريط حتى الفوق باش يجيوني كلهم مقادين. الا بان لكم جاب الله انا عندي جلي هنايا كما كتشوفوا دوك الحفيرات اللي فيه، بعض المرات كتدير ليا الجراره وكيجيني واحد كبر من الاخر، كنعاود نقصو حتى نقادهم كاملين. هنايا كنحسب كما قلت لكم دوك السنينات كتشدو بهم العبار، كتحسبوا 3/4 كتقطعوا فيها. صافي ملي كنقطعها كامله اشرطه كما شفتوا معايا، غادي ندوز دابا نشكلها بطريقه سهله جدا. هاد الطريقه ما غاديش نلقاو اسهل منها، لان كلشي كيديرها في المغرب، راه هادي غنديروها في العجينه والاخرى كنديروها في الشعر. هنايا غناخد 3 د الاشرطه يكونوا مقادين، غنجي الفوق في الاطراف الفوق، غادي ناخد هذاك اللي في الجنب غادي نحطو على الوسط ونضغط، وغادي نجيب الثالث غادي نحطو عليهم وغادي نضغط مزيان باش يلصقوا ليا، وغادي نحاول نضفر كما كنضفروا. كلشي كيعرف يضفر، غير هنايا الاشرطه ما تلويوهمش، حاولوا كما هزيتوه كما غادي تحطوه ملي غادي تبغيو تضفروا، ما كان نلويوش الخيط، ما كنلويوش عفوا الشريط، كنهزوه كما كتشوفوا معايا هنايا، كنهز وكنحط الشريط في بلاصتو باش يحافظ لنا على ديك الزواقه، وما كنزيروش ملي كتجيو تضفروا، ما كتزيروش الضفره باش ملي غادي نقليوه نلوحوه في الزيت يتنفخ ويتجعب باش يشرب العسل. انا حيت ورقنا العجينه في الاول فاش كنلوحها في الزيت كلها كتنفخ وكتجعب، وداك سميتو داك الخانات اللي كيكونوا فيها كيكونوا عامرين بالعسل. هنا ملي ضفرتها كما كتشوفوا كنجي حتى الاطراف لتحت كنقرصهم مزيان باش ما يتحلوش، وكنقرص الفوق صافي. وكنقطع هنايا كتقطعوا على حساب الحجم اللي بغيتو، كنقطعوا في الاطراف عفوا، كتبركو مزيان باش يتسدو باش ما تحلش، وكتقطعوا على حساب الحجم اللي بغيتو. انا درتهم هكا ما صغار ما كبار كما كتشوفوا معايا، طريقه سهله جدا ما غاديش تلقاو اسهل من هذه الطريقه هذه، ونتمنى يستافدوا منها البنات اللي ما عندهمش ماكينه وما كيعرفوش يشبكوا. يمكن لكم ديروا الطريقه هذه حتى للشباكين العاديه اللي بالقوام. وبالنسبه لهذه العجينه هذه يمكن لكم تزيدوا فيها معلقه الجنجلان، معلقه اللوز، القرفه، حبه حلاوه، كتنسموا على حساب نتوما اشنو متوفر عندكم. هنا غادي نعوض واحد اخر كما كتشوفوا راني لصقتهم ثلاثه الفوق صافي، وكنجيب الضفيره كنضفر كنهز الخيط كنهز الشريط وكنحطو كما كنهزو، ما كنتنيش ما كنلويش باش يتلوى، كما كنهزو كما كنحطو صافي حتى كنوصل لتحت كنقرص، وكنقرص الفوق وكنقطع الاشرطه بالجراره على حساب الحجم اللي بغيت انايا. يعني انا كنقطعهم
يكونوا تقاده وحده صافي غادي ندوز نقليهم. هنايا درت الزيت يسخن، الضفيرات راني خليتهم حتى نشفوا كما شفتوا معايا، كتخليوهم يا اما ليله كامله، راه ما غتوقع لهم حتى حاجه باش ما كينشفوا، باش ما كيجيو مقرمشين. هنايا كتخليوهم ولا 4 د السوايع، كتحطوهم في شي بلاصه اللي مهويه يبقى يدوز عليهم الهواء باش دغيا ينشفوا. انا هنا خليتهم حتى ينشفوا الوقيته اللي كانت عندكم، يعني تقدروا تغطيوهم تخليوهم ليله كامله. ما كانش عندكم الوقت بغيتو تقليوهم، كتخليوهم في شي بلاصه اللي يدوز فيها الهواء حتى ينشفوا مزيان، عاد كتبداو تقليوهم. هنا كما كتشوفوا غير كنلوحهم في الزيت كيتنفخوا، الا بانت لكم شي وحده ما تنفخاتش كتاخذوا معلقه وكتخويو عليها الزيت باش تنفخ. صافي كنحطهم في الزيت، كنخليهم حتى يتحمروا من التحت. في الاول ملي كنسخنوا الزيت كنشعلوا العافيه تكون مجهده حتى تسخن، كنقصوا حيت الا طيبناهم على عافيه مجهده غير غيتشوطوا ما غاديش يتحمروا مزيان. صافي كنقصوا العافيه كنخليهم حتى يتحمروا من التحت، كنقلبوهم للجهه الثانيه حتى هي تحمر كما شفتوا هنايا، كلهم جاعبين وتنفخوا كما كتلوحوهم في الزيت كيبداو يتنفخوا. واخا كتشوفوا العجينه كرمات غتقولوا راه خسرات، ما كتخسرش باش ما ك حتى الشباكيه بنفس الطريقه فاش كتخليوها حتى تبات كتنشف وكتجي هشيشه. نفس الطريقه لهادو كتخليوهم حتى يكرموا او لا يبردوا مزيان عاد كتقليو فيهم، ما كتقليوهمش وهو العجينه خضراء. اللي قليتوهم بالعجينه خضراء كتلقاوهم خضرين من الداخل من بعد ما ما طيبوهم. هنا ملي تحمروا ليا كما كتشوفوا اللون اللي خدا، وخديتهم نحتهم في العسل. العسل عندي في القناه، نخلي لكم الرابط في اسفل الفيديو. كناخذ العسل وكنخوي عليهم وكنبرك عليهم مزيان في العسل حتى يتغطسوا ليا في العسل، وغادي نخليهم وغادي نرجع نعمر المقلب بالضفيرات، وغادي نخلي دوك الضفيرات الاخرين في العسل يتعسلو مزيان وغادي نهزهم. انا غادي نعمر المقله وغنستمر بهذه الطريقه حتى نكمل العجينه كامله. هنايا خديت دوك الضفيرات من العسل حطيتهم هنايا في الكسكاس، هنا باقي ما درتش عليهم اللوز كونكاسي. اللوز كونكاسي كيبقى غير اختياري اللي بغات تديرو كما كتشوفوا معايا هنايا، معسلين مقرمشين شاربين العسل مزيان، تمني الاعجاب ديالكم. وغنكمل بهذه الطريقه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. هانتوما ملي طابو كيجيو بحال هكا كما كتشوفوا معايا، معسلين محمرين مقرمشين شاربين العسل، مجعبين وشاربين العسل لان حنا ورقناهم قبل ما نخدموهم. وهنا انا زوقتهم باللوز كونكاسي، غادي نقطع لكم باش تشوفوا القرمشه ديالهم. معسلين كما كتشوفوا معايا، تمنوا الاعجاب ديالكم، تخليو ليا لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده. يلا السلام عليكم، الى الفيديو القادم.